فيلم Boy Missing من إخراج مارتا جارونا. بيبدأ الفيلم بولد صغير تايه في طريق كان مخطوف وحد ضربه، ولما حد لقاه سلمه للشرطة. حاول المحقق يفهم قصته، لكن الولد رفض يتكلم معاه، وقدرت الشرطة توصل لمدرسته من خلال لبسه، وهناك عرفوا إن فيكتور غايب بقاله فترة ومجاش اليوم ده، وبتظهر مامته باتريسيا المحامية المشهورة بعد ما بتتصل بيها الشرطة وبتروح للمستشفى اللي فيها فيكتور، وبتقول للشرطة إنه أصم، وبتسأل الشرطة عن سماعة فيكتور بس بيقولوا لها إنها ما كانتش معاه. ولما بيروحوا للقسم فيكتور بيقول لهم على مواصفات مجرم ليه سوابق، وبتروح الشرطة تقبض على تشارلي ومراته عشان يحققوا معاهم، لكنهم بيكذبوا وبيمشوا مراته عشان حامل، وبيفضل تشارلي في القسم وبيكون متوتر جدا وبينكر أي حاجة ليها علاقة بفيكتور. بتروح باتريسيا مع فيكتور البيت وبتحاول تطمنه ان محدش هيأذيه تاني، وبيطلب منها انه ما يروحش المدرسة بكرة. الشرطة بتخرج تشارلي من القسم لعدم كفاية الأدلة، وبيروح تشارلي البيت بيجيله مكالمة تليفون من شخص، وبيقفل الأوضة عليه عشان مراته ما تدخلش، وبيبقى في الحيطة فتحة تشارلي مخبي فيها فلوس كتير جدا. وبعدها بتاخد باتريسيا فيكتور وبتفسحه، بس بتلاحظ ان في عربية ماشية وراها وبتراقبها، وبتبلغ المحقق فبيجيب تشارلي تاني عشان يستجوبه، وبرضه بينكر اي حاجة عن خطفه لفيكتور. المحقق بيقول لباتريسيا انه مضطر يمشيه دلوقتي عشان مفيش دليل ضده، وبتتعصب باتريسيا جدا وبتقول له كده في خطر على حياتي انا وابني، بس بيقنعها المحقق انه ملوش صفة قانونية عشان يفضل في القسم عشانها. بتاخد باتريسيا فيكتور البيت وبتنيمه، وبتقول له طول ما هو في البيت هيكون في امان، وانها جابت له جهاز انذار عشان لو حس بخطر. وبيصحى فيكتور في نص الليل عشان يشرب، بيلاقي حد واقف على باب الجنينة فبيشغل جهاز الانذار، وباتريسيا بتصحى تجري تشوف ابنها وبتلبح الشخص اللي كان موجود. في نفس الوقت بيرجع تشارلي لمراته، وبيبقى واضح ان هو اللي كان في بيت باتريسيا وبتكون مستنياه عشان لقت الفلوس. وبتروح باتريسيا لراؤول ابو فيكتور اللي قبل المقابلة دي ما كانش يعرف انه مخلف من باتريسيا اصلا، وبتطلب منه المساعدة في حماية ابنها، وانها تعرف مين اللي ورا كل ده مقابل فلوس كتير عشان هي مش واثقة في الشرطة. وبيروح في نفس الوقت المحقق لمرات تشارلي في الشغل عشان يحققوا معاها، وبيدوها وعد انها لو قالت الحقيقة محدش هيأذيها، وبتقول لهم ان وقت الحادثة تشارلي ما كانش معاها بس كان في مصارعة كلاب، ودي بيعملوها المافيا، ولو الشرطة عرفت اي حاجة عن المصارعة دي المافيا هتقتل تشارلي. بعدها الشرطة بتبلغ باتريسيا انهم اثبتوا مكان تشارلي وقت الحادثة، وان ده كان خطأ من ابنها وده وارد عشان هو طفل، وبيعرضوا عليه صور مجرمين تانيين عشان يتعرف عليهم، وبيشاور على واحد منهم وبيأكد انه هو ده اللي خطفه. بس المحقق بيقول لباتريسيا المجرم ده كان مقبوض عليه وانتحر في الزنزانة بتاعته من 3 أسابيع. فيكتور بيتكلم مع امه وبيقول لها انه كذب فعلا وكل اللي حصل ده من تأليفه، وبتطلب باتريسيا انها تروح الحمام عشان تلحق تكلم راؤول وتوقف كل الخطط بتاعته في قتل تشارلي، وبتسيب له رسالة صوتية. بتخرج من الحمام تروح لفيكتور عشان تفهم منه هو عمل كل ده ليه. في نفس الوقت راؤول بيكون مأجر 2 عشان يراقبوا تشارلي وهو في مصارعة الكلاب، وبيستنوه يدخل الحمام وبيقتلوه. وبيوصل راؤول لباتريسيا وبتكلمه بالمداري عشان المحقق كان مركز معاها، وبتقول له الغي كل حاجة عشان حصل خطأ، وبيقول لها تمام هكلم الاتنين اللي بعتهم ورا تشارلي عشان يمشوا. وساعتها فيكتور بيقول لباتريسيا الحقيقة ان في مجموعة من زمايله ضربوه وصوروه، وبنعرف ان اللي اقتحم البيت واحد من زمايل فيكتور مش تشارلي عشان يهدده بالقتل لو اتكلم، وانه جاب مواصفات تشارلي من منشور في الاسم. فالشرطة بتروح تاخد دانيال زميل فيكتور اللي تهجم عليه في البيت وبيهدده بالقتل، وفي نفس الوقت اللي كانوا بيراقبوا تشارلي كلموا باتريسيا وقالوا لها انهم اخدوا رقمها من راؤول وانهم قتلوا تشارلي خلاص وعايزين منها 6 مليون. بترفض تديهم الفلوس بس بيهددوها، وبيبعتوا لها صورة لجثة تشارلي على الموبايل. بعدها بتروح باتريسيا لراؤول عشان يخلصها من المجرمين دول وانها مش هتدفع حاجة، بس بيرفض يساعدها لانه مش هيقدر. فبترجع باتريسيا لابنها فيكتور وبتسفره مع المربية بتاعته عشان يبعد عن المشاكل دي ويهدي أعصابه من كل اللي حصل معاه. وبيجي المحقق ومساعدينه وهم بيتفرجوا على الفيديو بتاع فيكتور وزمايله بيضربوه، وبيقول لهم ان كده القضية اتقفلت خلاص بس لازم نعلم دانيال درس ما ينساهوش. ساعتها المحقق بيعرف ان مرات تشارلي مستنياه في المكتب، ولما بيروح لها بتقول له ان تشارلي ما ظهرش من امبارح وتليفونه مقفول وهي قلقانه عليه لانه ملوش وجود في المستشفيات.
وبتسأل المحقق لو الشرطة قبضت عليه تاني. المحقق بيقول لها إنه ممكن يبقى مستخبي بعد ما عرف إنها قالت له على مصارعة الكلاب، فبتطلب من المحقق يساعدها تلاقي جوزها، فبيتبعوا إشارات موبايله وبيلاقوا آخر إشارة كانت في ساحة مصارعة الكلاب، وبتروح الشرطة تحقق هناك بيلاقوا عربية شارلي برا، وبيراجعوا كاميرات المراقبة بيلاقوا إن شارلي دخل المكان لكن ما خرجش، وفي اتنين معاهم موتوسيكلات دخلوا برضو وما خرجوش، وبيدخلوا جوه المكان وبيشوفوا آثار الدم في كل حتة وبالذات في الحمام. بيفحصوه كويس بيلاقوا إن الباب كان مقفول من جوه، وبيلاقوا دم على الحيطان، بيعرفوا إنه دم تشارلي والدم بيكون لحد الشباك، وبيعرفوا إن الاتنين دول هما اللي قتلوا تشارلي وأخدوا جثته وطلعوه من الشباك. بيخرجوا الضباط يفحصوا المكان وبيلاقوا تليفون تشارلي وبيرجعوا الاسم، وبيكونوا قدروا يعرفوا اللي عمل كده وإنهم مسجلين خطر، وبيعرفوا أسمائهم صامويل وهيكتور، وبيعرفوا إن قبل الحادثة بيوم كان في اتصالات بين هيكتور وصامويل وراؤول اللي بيوصلوا لتاريخه، وإنه كان عنده قضية ابتزاز من 10 سنين، والمحامية بتاعته كانت مين؟ كانت باتريسيا، وإنهم كانوا على اتصال ببعض. بتوصل الشرطة لراؤول عشان تستجوبه، وبيهرب منهم من الباب الخلفي، بيطردوه بس بيقدر يهرب منهم. وباتريسيا من الناحية التانية بتلم حاجاتها من المكتب بتاعها وبتطلب من السكرتيرة إنها تلغي مواعيدها كلها عشان عندها ظروف شخصية، وموظفة الاستقبال بتدي لباتريسيا طرد وصلها النهاردة، وبيبقى في حد بيراقب فيكتور والمربية. بتفتح باتريسيا الطرد وبتلاقي علبة مكتوب عليها تشارلي، بتلاقي فيها صباع تشارلي، بتتخض وبتوقع العلبة من ايديها وبتلاقي مكتوب عليها 6 مليون، فبتنزل تجري على العربية بتاعتها، بتلاقي ضابط بيقول لها لازم تروح معاهم الاسم، وبتركب عربية الشرطة معاهم، وبتكون متوترة جدا بتحاول تداري العلبة في شنطتها، وبتوصل لمكان مصارعة الكلاب وبتحاول تداري العلبة في الجاكيت بتاعها، والمحقق بيقول لها ان تشارلي اختفى من قبل ما فيكتور يعترف بكذبته، وانهم قدروا يوصلوا للي قتلوه ومعاهم راؤول. وبكل ذكاء باتريسيا بتقول للمحقق لو عاوز تقول حاجة قولها دلوقتي، وبيدخلوا المبنى وبيحكي لها على اللي وصلوا له وعلاقة العصابة براؤول، وبياخد منها الجاكيت عشان يوريها حاجة على التابلت، فبتتوتر جدا عشان العلبة بقت معاه، وبيوريها تشارلي وهو داخل المكان من كاميرات المراقبة، وبعدها بياخدها على الحمام. وباتريسيا كل ده قلقانة من العلبة اللي بقت مع المحقق وهو ما يعرفش فيها ايه، وبيوريها لقوا ايه في الغابة وبتبقى حاجة متغطية على ترابيزة. بيسألها اذا كانت عايزة تعترف للشرطة بحاجة، فسألته هو انا مقبوض عليا؟ بترفع الغطا عن الجثة بتلاقيها جثة كلب، والمحقق كان بيوهمها ان ده تشارلي، وبيدوها العلبة والجاكيت وبيخليها تمشي. بتروح البيت وبتدخل على الجنينة وهي مرعوبة وبتعيط، وبترفع حجر وبتدفن صباع تشارلي اللي كان في العلبة. بتتعاون باتريسيا مع قاضي عشان يبلغها بالمعلومات اللي عند الشرطة عشان تفضل دايما سابقاهم، وبتخرج من الكنيسة وبتركب عربيتها، وبتلاقي راؤول مستخبي في العربية وبيهددها بالسلاح، وبيقول لها زي ما دخلتيني في الورطة دي هتخرجيني منها، ولازم نقتل صامويل وهيكتور عشان الموضوع يتقفل. وبيروحوا لمكان صامويل وهيكتور وبيلاقوا دم كتير في كل حتة، بتشوف على الكمبيوتر الموجود خريطة بتحركاتها وانهم مراقبينها وعارفين انها كانت جاية لهم. بيتصل بيها صامويل وهيكتور وبيطلبوا منها تفتح الكمبيوتر، وبتلاقي فلاشة عليها معلومات تسليم الفلوس بكرة، وبيقول لها تفتح فولدر معين في الجهاز، بتلاقي فيه صور ابنها مع المربية، وبتتخض جدا وبيقول لها ابنها معاهم لو عايزاه تدفع الفلوس. والشرطة بتيجي على المكان اللي فيه باتريسيا وراؤول، وبيهربوا قبل الشرطة ما تدخل المكان وتلاقيهم، وبتكلم باتريسيا المحاسب وبتقول له انها عايزة 6 مليون بكرة يبيع كل حاجة في البيت يعمل اي حاجة. والمحاسب بيكلم المحقق وبيبلغه بطلب باتريسيا، فالمحقق بيقول له اعمل اللي هي عايزاه. بعدها باتريسيا بتكلم القاضي وبيقول لها ان الشرطة عارفة ان العملية هتتم بكرة، وانهم عايزين يقبضوا عليهم اثناء التسليم عشان يلاقوا تشارلي. الشرطة بتبقى مراقبة باتريسيا اللي بتخرج من البيت وبتكلم المساعدة بتاعتها، بتطلب منها تسيب المكتب حالا. بتروح باتريسيا للمحاسب بتاعها عشان تاخد الفلوس، وبيبلغ المحاسب الشرطة انها وصلت وبتبقى عارفة انها متراقبة، وبتدخل الحمام وبتاخد وقت طويل جدا لدرجة ان الشرطية بتدخل تشوفها وبتلاقيها هربت مع ان مفيش مكان تهرب منه. لقوا السكرتيرة بتاعتها في الحمام وبيعرفوا ان باتريسيا خرجت من الحمام متنكرة. في شرطي بيلمح باتريسيا، وبتروح باتريسيا لمكان تسليم الفلوس وبتكون متراقبة،
فبتسيب عربيتها مركونة وبتركب عربية تانية، وبيجي صمويل وهيكتور لعربيتها المركونة وبيفتحوا شنطة العربية وبيلاقوا المبلغ، وبيبلغوها إن في جي بي إس هيوديها لمكان ابنها، وإن في حد هيكون موجود عشان يتخلص من جثة تشارلي اللي سايبينها لك في العربية. بيوصل صمويل وهيكتور للمطار وبيلاقوا في طيارة مستنياهم. في نفس الوقت عربية الشرطة بتتعطل وما بتقدرش تكمل مراقبة لطريق باتريسيا، وبتوصل باتريسيا لبيت مهجور وبتلاقي ابنها ما بيتحركش، بتفتكره مات بس بيقوم يحضنها وبيبقى عايش، وبتسمع صوت الشرطة حواليها فبتخرج تتكلم مع المحقق، وبيركب صمويل وهيكتور الطيارة وبيدوا الفلوس لرؤول اللي بيكون موجود في الطيارة هو وعيلته، وبتوصل الشرطة لباتريسيا وبتبدأ في التفتيش، وبتفتح باتريسيا شنطة العربية توريهم الجثة فبيلاقوها لعبة، وبيسمعوا صوت تليفون بيدوروا عليه، بيلاقوه في عربية مهجورة جنب البيت، وبيلاقوا تشارلي موجود ولسه عايش. وساعتها فهمت باتريسيا خطة رؤول، إن الاتنين دول شغالين عنده من الأول وهو اللي ورا كل ده عشان ياخد الستة مليون. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات أكتر. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.